بنرحب بحضراتكم بعد الفاصل، فقرة أكيد مميزة وأنا متأكدة أن كل الأهلوية هيستمتعوا بيها. شخصية أهلوية معانا النهاردة، جماهير الأهلي حبته مع أن ملوش أي ارتباط يمكن رسمي قبل كده مع النادي الأهلي، لكن هو واحد من المنسقين الإعلاميين المشهورين والمشهود ليهم دلوقتي في أفريقيا، وأيضا هو واحد من كاتمي أسرار بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حاليا، أكيد عرفتوه طبعا. منورنا النهاردة خالد علي المنسق الإعلامي لفريق سان داونز بطل جنوب أفريقيا. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك كابتن خالد. إزيك؟ الحمد لله كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كل الاهلاويه بيحبوك قبل ما يشوفوك. يعني انت منورنا في البيت الكبير بصراحه. الاهلي طبعا برنامج اتفرج عليه دايما وانا في جوهانسبرغ، اتشرفوا. وطبعا النادي الاهلي مش محتاج حد يتكلم عليه، احنا مولودين بنشجع النادي الاهلي، الاهلي بيجري في دمنا، هيفضل لحد اخر العمر، بنورثه. دي رايات بنسلمها زي ما حضراتكم موجودين بتسلموا، احنا كمان بنسلم الرايه للي جاي. طبعا بننتمي وفخور ان انا بننتمي لجمهور من اعظم جمهور كره القدم في العالم، انا واحد منهم. بتشرف ده، دي حقيقه. شرفتنا ونورتنا يا خالد. اجازتك قصيره جدا اللي انا عرفته منك، يعني انت نزلت يوم السبت اللي فات وسافر بكره ان شاء الله. ان شاء الله. وصلت السبت وماشي بكره ان شاء الله. طب قبل ما نكمل على الرحله ورايح وجاي، انا حتى قبل ما بخش، خالد طبعا من الاسماء الرنانه على 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 المستوى التنسيق الاعلامي، وقعدت كتير جدا في جنوب افريقيا. ايه رحله جنوب افريقيا؟ يعني قول لي بداياتك، بدات ازاي يا خالد لغايه ما وصلت جنوب افريقيا، ودلوقتي يعني مع شخصيه، اعتقد شخصيه هتكلمنا عليها طبعا موسيماني، لكن خلينا نتكلم خالد علي البني ادم المصري اللي طلع وعمل مشوار كبير جدا ووصل جنوب افريقيا. اللقطه دي جت ازاي؟ انا في 2002 يا كابتن هاني سافرت من مصر، 2002 رحت على جوهانسبرغ، كان عندي شغلي الخاص. طبعا 2007 كنت موجود مع اتحاد جنوب افريقيا، قابلت حضرتك هناك طبعا في 2007. مع الفرق المكلف من اتحاد جنوب افريقيا، مع الفرق اللي بتيجي، الفرق العربيه موجوده في جنوب افريقيا، منسق معاهم الفرق الموجوده. 2016 موجود مع فريق ماميلودي سان داونز لحد دلوقتي. 2012 علاقتي بكوتش بيتسو، مباراة شهيرة مع مكان ماسك منتخب جنوب افريقيا، ومباراة جنوب افريقيا فازت بيها على منتخب مصر وخرجتها من التصفيات 2012 1-0. ده كان علاقتي دي كانت اول علاقه بيك او اول اول مقابله بينك وبين موسيماني؟ كان قبل المباراه باسبوع. 2012 قعدنا ندردش ونتكلم في الكوره، الكوتش بيسمع، بيحب يسمع، بيسمع كتير. عارف من حاجاته، لو ماشي في الشارع، لو بعربيته بيعبي بنزين، الناس بتتكلم معاه في الكوره اللي هي حتى بتعبي له البنزين بالعربيه، بيسمعهم، بيقعد بيسمع، مش بيزهق اللي هو بيقفل بابه وبيمشي، لا، انت النهارده عملت كذا، انت النهارده بيسمع وبيرد وبيمشي. انت من اصدقاء المقربين طبعا. دلوقتي طبعا انا عارفه ان انت من اصدقاء المقربين جدا طبعاً. كمان طبعا وعايزك تقرب لنا اكتر من موسيماني، يعني شخصيه موسيماني، فكره، ايه اللي كان بيقوله لما كان في سان داونز، ايه اللي كان بيقوله عن النادي الاهلي؟ في كلام كتير في الموضوع ده طبعا. كوتش بيتسو، ماميلودي سان داونز، كان دايما 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 لما بيتكلم، كانت حتى بعض الجماهير بتطلع تهاجمني بتقول انكم بتنيمونا وبتتكلموا. لا، الكلام انت شفت دلوقتي الراجل ازاي، حب النادي الاهلي. اي حد في الدنيا الهدف بتاعه الاساسي فريق النادي الاهلي، فريق مش انا اللي هنيجي نتكلم على فرقه النادي الاهلي، النادي الاهلي تاريخ، النادي الاهلي من 1907 موجود، النادي الاهلي ببطولاته، بتاريخه، نادي القرن الافريقي، الناس كلها بتتكلم عنه في افريقيا، الناس كلها عارفاه. لما تبقى انت تقعد مع لعيبتك ودايما دايما الهدف انك توصل لعيبتك ازاي تبقوا زي لعيبه النادي الاهلي وتبقوا زي النادي الاهلي، دي في حد ذاتها كبيره جدا. لما يتكلم يقول بص على النجوم اللي على تيشيرت النادي الاهلي، قد ايه النادي ده عريق، قد ايه اللعيبه ده بالجهد وبالعرق مش بالصدفه.
مش بصفه تاخد بطوله يا كابتن، يعني حضرتك لعبت كوره مش بصفه. اكيد طبعا اكيد، دي بتيجي من مجلس اداره، بتيجي من تخطيط، بتيجي من لاعبين، حب اللعيبه، ازاي تدي في الملعب، ازاي انكار الذات، ان انا لا انا بنلعب علشان خاطر الشعار. على فكره انتوا مش 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 بس انتوا وراكوا جماهير عريضه طبعاً. انت بتلعب علشان وراك جماهير عريضه مستنياك عايزه تفرح، فسبب الفرحه بتاعتنا هو النادي الاهلي. هو كان بيضايق بعض الناس الجزئيه دي يا خالد، يعني هل كان في ردود افعال سلبيه شويه، او الجماهير تقول لا طب انت مزودها شويه لما انا بتكلم على، يعني هو دايما بيتكلم مع لعيبه سان داونز بيديهم مثل بالنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وكميه البطولات، كان في بعض ردود الافعال اللي ممكن تكون يعني سلبيه في الجزئيه دي؟ بنتكلم على هنا من مصر؟ لا لا هو بيتكلم هناك، انا بتكلم انت موسيماني بس عشان نفهم ان هو كان بيدي مثل هو بيتكلم للعيبته يعني هو بيدي المحاضره شايفين النادي الاهلي ازاي، شايفين فلان ازاي، شايفين فلان ازاي. انا عايز نوصل لده، انا عايز نوصل للبطولات دي، انا عايز نجيب مدرب طموح جدا جدا. انا عايز نوصل لده، بيشتغل على نفسه كتير، انا عايز نوصل لده، انا عايز نعمل ده. فطبيعي انت بتخرج طاقه اللعيبه بتاعتك انك لازم تديله دفع معنويه تحفزه. طبعا لازم تطلع تستثيره يعني. مش كابتن حضرتك مدرب كبير، مش بس فني. طبعا انت شغلك مش بس فني، انت ازاي انت بتكون دكتور نفسي مع اللاعبين. طبعا انت بتكون بتحفظ لعيبتك في الملعب فني، نفسي بره، انت بتعمل كل ده، انت عليك عاتق كبير جدا. لو مش عارف قيمه المكان اللي انت رايحه او المكان اللي انت فيه، سواء اذا كنت انت في ماميلودي سان داونز او النادي الاهلي، على فكره كوتش بيتسو درب ثلاث فرق. ده حقيقي يعني، ثلاث فرق، 2010 2012 منتخب جنوب افريقيا، قبل كان موجود مع منتخب مساعد بريرا في 2010 كاس العالم، 2010 2012 الهيد كوتش بتاع جنوب افريقيا وبعدين من 2012 2016 اعتقد قعد اربع سنين مع المنتخب، مع المنتخب لا سنتين مع المنتخب ورجع قبل المنتخب كان مع سوبر سبورت. مظبوط، اخذ الدوري مع سوبر سبورت، سوبر سبورت الجنوب افريقي، وبعد كده من 2012 موجود مع ميلودي سان داونز. سان داونز اكتر فتره قعد فيها يمكن بيتسو موسيماني. كان ايه بقى الصدى رحيله عن النادي ومجيئه هنا للقاهره وقياده النادي فريق النادي الاهلي؟ اكيد كان في كلام كتير جدا، اكيد كان ترند عندهم في بلده يعني. طبعا. كان ايه الكلام اللي بيدور هناك؟ كانت الصحافه بتتكلم عن ايه؟ الراي العام، السوشيال ميديا؟ لو احنا بنتكلم فير، خطوه ونقله كبيره جدا جدا لمدرب جنوب افريقي انه يتنقل من اقصى جنوب القاره لشمال القاره، الكوره موجوده فين بحماسها بشغفها، طبعا نقله كبيره جدا جدا على المستوى الرياضي والمستوى السياسي. حضرتك شفته طبعا رئيس الجمهوريه جنوب افريقيا انه طلع وهنى بيتسو موسيماني على النقله النوعيه اللي هو عملها، اللي هتفتح ابواب لمدربين جنوب افريقيا. على المستوى الجماهير اكيد بعض من جماهير ماميلودي سان داونز كانوا زعلانين ان الكوتش بتاعهم يسيب. بعض الناس العاقله تقول لك لا هي فرصه كبيره ليه ان هو لازم يخرج، لازم فعلا يوري التالنت بتاعنا بره، لان احنا في جاب بيننا كبير جدا، بيننا شمال، انا بتكلم على الدول الشمال، شمال افريقيا ودول جنوب افريقيا. فلا طبعا عمل صدى كبير ولسه موجود لحد دلوقتي. لحد دلوقتي؟ طبعا. ازاي؟ الناس بتتكلم ازاي؟ الناس بتتكلم النادي الاهلي. النادي الاهلي، حتى الناس بتتكلم النادي الاهلي، النادي الجماهيريه الاولى، نادي القرن. مش بسيطه نادي القرن الافريقي على مستوى 100 سنه نادي القرن. تكلمي لما بتبقي في افريقيا نادي القرن. طبعا. الناس بتتكلم مين ده؟ النادي الكبير، حتى انا ما ببقى موجود النادي الاهلي. انت بتتكلم النادي الاهلي، حتى لما بتقعد تهزر وبتتكلم معاهم يا عم انت مين؟ انا احنا شفنا التيشيرتات بتاعت النادي الاهلي انتشرت جدا في جنوب افريقيا و2000 السنه اللي فاتت طلبت التيشيرتات بالاسم لبعض من الجهاز، بعض الجهاز. لو كمان لو جبنا سيره الجهاز كمان، خلي بالك برضو انتقال موسيماني للنادي الاهلي اكيد ادى كمان دوافع للمدربين الشباب اللي طالعين، طبعا انه بيفتح زي ما بيقول مثلا محمد صلاح فتح باب للعيبه المحترفه في انجلترا، فاعتقد كمان موسيماني اعتقد كمان فتح الباب، او دي كان بالنسبه لهم حاجه كويسه جدا على مستوى التدريب على المستوى الفني ان موسيماني يتواجد في النادي الاهلي
لان دي مع نجاح وان شاء الله في النادي الاهلي وبوادر النجاح بدات من فتره من ساعه ما جه، ده كمان بيفتح باب للمدربين كمان انك لا ده في فرصه كمان ان احنا نروح انديه على مستوى شمال افريقيا. لاعبين ومدربين النقطه اللي في فيرواز لاعبين ومدربين فتحت مجال كتير جدا. يعني مدرب جاء من الجنوب، احنا كان دايما حتى اللعيبه اللي بتيجي من جنوب افريقيا مصر ما بتنجحش، اللعيبه اللي طلعت من مصر راح جنوب افريقيا ما نجحتش. فده كان دلوقتي اعتقد التلج يدوب دلوقتي انه لا، ان كان عنده الجرأه انه ياخد الخطوه وانه يشيل على كتفه ده انه يعمله. لا ده مقاتل صحيح، مسؤوليه برضه كبيره، مقاتل انك تيجي مدرب يجي قبل سيمي فاينل مهم صحيح، يعني بين قوسين سيمي فاينل مهم ويقول انا مسؤول، محدش عملها قبل كده اعتقد. لا وتفكير مجلس الاداره طبيعي. ان انت في وقت قصير ما حسستنيش بالجاب لما رحل فايلر. لازم نشيد، لازم نشيد طبعا عن النادي كابتن محمود الخطيب، ليه دور كبير جدا 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 انه ينهي حاجه زي دي في فتره قصيره محدش كان يعرف بيها. صحيح، انه الفكر ازاي انت تجيب ايه ده هو في ايه؟ يعني انت جايب حد من هنا وحاجه تقيله، وانت بتلعب فرقه تقيله، فريق الوداد فرقه تقيله مش هين. لا فريق الوداد مخرجانا ثلاث سنين ورا بعض. صحيح، ماميلودي سان داونز مخرجانا ثلاث سنين ورا بعض. انك تجيب حد يبقى عندك الفكر ده هيجي وانا عندي بعد اسبوعين مباراه والحد ده يتحمل المسؤوليه ويكسبني بنتيجه عمرها ما حصلت ان انا نكسب وداد رايح جاي مظبوط، مش بس نتيجه احنا هنتكلم على انا مش هتكلم على الجهاز، انا هتكلم على اللي موجود دلوقتي. صحيح، ان انا نكسب بنتيجه دي حاجه طبعا ما حصلتش، ان احنا نكسب الوداد، احنا كنا خسرانين من الوداد قبل كده، تكسب الوداد في الوداد 2-0 ملعب الرعب، انا بسميه ملعب الرعب. ما كانش فيه جماهير بس لا، فرقه الوداد فرقه تقيله طبعا، لازم يديها حقها، فرقه تقيله ملناش دعوه باللي حصل، دي فرقه تقيله، والنادي الاهلي كان محضر كويس، لعيبه النادي الاهلي كانت فعلا قد المسؤوليه، اثبتت ان هي قد المسؤوليه في المباراه دي. طبعا جمهور النادي الاهلي مستني منهم الكتير وان شاء الله يبقوا قد هنتكلم فيها دلوقتي. انا عارفه ان انت بتحمل رساله مهمه جدا للجماهير وللعيبه وعايزك تبدا بيها، مش هخليها للاخر. انت النهارده يعني خلاص بنقول المباراه دي كلنا حفظنا التاريخ، والتاريخ مش هيتنسى خلاص، لا ينسى تاريخ يوم 27 نوفمبر ده، كلنا حاطين ايدينا مش على قلبنا بس كلنا بنقول يا رب، اكيد كلنا بنقول يا رب. وانا عارفه ان انت عندك رساله مهمه جدا عايز توجهها للجمهور وللعيبه. انا رساله الجمهور النادي الاهلي، انا بشوف على الصفحات وعلى السوشيال ميديا جمهور النادي الاهلي بيقول للعيبه العبوا يوم 27 المباراه الحلم. على فكره انا بالنسبه لي مش حلم. امال ايه الحلم ده اللي هو صعب المنال او انت بتتمنى ان هو يتحقق؟ لا، انا عندي هدف، انا عندي هدف، ده مش حلم، ده هدف، ده التارجت، التارجت بتاعي دوري ابطال افريقيا. كل فرقه ليها الحق الشرعي ان هي تكسب، بس انا كمشجع للنادي الاهلي لا، انا عندي التارجت، لازم التارجت يوصل للاعبين، اللاعبين سامعيني، ده تارجت، ده هدف ما ينفعش نتنازل عنه. نلعب الجيم بتاعي، انا داخل مباراه، الناس اللي على السوشيال ميديا نبطل موضوع حلم ده، حلم ده احنا حققنا الهدف 8 مرات قبل كده، حققنا الهدف 8 مرات، دي المره انتوا بتقولوا عليها اللي بعد الثمانيه. لا انا هنقول ان هي التاسعه. ان شاء الله الناس بتخاف تقول، انا هنقول ان هي التاسعه ان شاء الله، دي النجمه التاسعه ان شاء الله السنه دي ان شاء الله يا رب، بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، استماع المدير الفني كويس، تحضير الذهن يا كابتن هاني مهم جدا 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 اكيد، احترام المنافس من اول دقيقه لاخر دقيقه، احترام المنافس وتحتيها ثلاث اربع خطوط، الاحترام، جه، الجديه بتوصلك للي انت عايزه. وده شفناه خالد من خلال بصراحه اول ما جه موسيماني، وهنتكلم على الفتره الاولانيه اللي قضاها اللي انت بتتكلم وانت عارفه على المستوى الشخصي، عمليه التحضير النفسي وقد ايه هو مهتم جدا بالعلاقه ما بينه وما بين اللعيبه في اطار احترام وفي اطار
انا شايفه مدرسه يورجن كلوب شويه في العمليه ديت. عايز اخدك بعيد شويه عن الجزئيه ديت، الناس كمان عايزه تعرف موسيماني على المستوى الشخصي، سيبك بقى من التدريب والفنيات يعني هو كمان ادينا على المستوى الشخصي تعامله ازاي خارج الاطار الفني. هو بيتسو متواضع جدا، هو بيشوفنا بس الاول معلش قبل ما تكمل بيتفرج دلوقتي هو هو انت قايل له يعني هو بلغته يتفرج ولا لا؟ لا انا ما قلتلوش، قول له بكره الاعاده الساعه 2 ان شاء الله. اوكي. هو بينام بدري طبعا، حتى بس دايماً. عارف انك النهارده في البيت الكبير يعني، وانت لسه جاي من عنده اصلا. لا ما قلتلوش ماشي هنمشيها. ما قلتلوش هو على المستوى الشخصي يا كابتن هاني، حتى مع اللاعبين مع الاجهزه دايما بيستشير، دايما هو مش اكيد هو صاحب يعني. القرار بس مش ديكتاتور. عارف انت البالانس اللي بيعمل بين ده وبين ده، هو الراجل ده يعني الراجل اللي عنده الناس كلها. طبعا 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 سميع، حتى من اللاعبين لو في لعيب هو عنده البقاء للمجتهد حتى مع انا بنقول على هيستوري، ما بنتكلمش على جاي. ادينا برضه خبراتك اللي عشتها اللي انت عشتها الحاجات القديمه. شديد واللي هو قوي مع اللاعبين عشان يخرج اللي هو عايزه منهم، في نفس الوقت هو متواضع، هو بيسمع، هو يقدر يغير. إذا بنتكلم فني بيقدر، مش بيتجبس برأي هيضر. يعني على مستوى الجهاز المعاون ليه، يعني ممكن جدا يكون هو ليه رؤية معينة والجهاز المعاون لو الجهاز أقنعه يمشي مع الجهاز. يمشي مع الجهاز، ما يقولش لا ده أنا المدير الفني هنفذ اللي في دماغي. لا بيمشي مع الجهاز. ده هايل. وأكيد ده بان في الفترات اللي فاتت مع كابتن سامي قمصان. ده حقيقي. أنا طبعا بنشكره على الهوا كابتن سامي، لان حدثت معايا مكالمه لما علمت ان بيتسو نازل مصر للنادي الاهلي. اكيد طلبت منه انه يقف، يعني يقفوا كلهم جنبه. أكيد. يقفوا جنب اللعيبه، تقف جنبه. الراجل ده جاي علشان يشتغل، الراجل ده جاي علشان بجد 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 عايز يضيف لنفسه. الراجل ده جاي مصر مش عايز يرجع تاني فعلا. طبعا يعني كفايه. انا اتكلم في ده ولا انت اللي بتشعر بده يعني؟ اتكلم معاك بصراحه. في حاجات في حاجات كواليس ما ينفعش تقال، بس انه هو من خلال انا عملت لقاء معاه اول يوم جه في مصر، ومن خلال استشفيت انه هو اكيد هو كان بالنسبه له ده قاله ان انا من احلامه من 2018 طبعا. كان بيتكلم ان انا طبعاً. نفسي طبعاً. طموح مدرب عايز يمسك فرقه كبيره زي ما كنت طموح لعيب عايز يلعب في فرقه كبيره. طبعا من الواضح ان كمان على المستوى خلينا الاسري، ساعات الاسره بيكون ليها تاثير ما، لكن على المستوى الاسري بقى الاسره عنده هي اللي عامله له سبورت. ده اللي كنت عايزه اقوله اصلا، يعني هو ده اللي كنت عايز اوصله. مش موجوده مع الاسره، عايشه في جنوب افريقيا عشان الولاد وعشان المدارس، بس سبورت بقى الوجود سبورت القوي. بس مراته مش هنا؟ مراته معانا؟ لا مراته جايه يوم، هتوصل يوم الاحد علشان تحضر النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. والاجازه السنويه احنا عندنا في الكريسماس الاجازه السنويه للولاد المدارس شهر ان شاء الله، جايه هي واولاده هيقعدوا في مصر الشهر ده كامل ان شاء الله. هو بيحب شغله جدا، هو بيحب شغله جدا، مجتهد في شغله كابتن هاني، دايما بيذاكر. على فكره كوتش بيتسو كل سنه اجازته بيطلع اوروبا. كوتش بيتسو مازال برضه بيتابع ويروح مدارس ويتعلم. طبعا كان في اسبانيا، كل سنه اسبانيا انجلترا. ليه بيتعلم اللغه يعني ولا لغه؟ مش فاهمه. لا وسائل التعليم ويخش ويتفرج على تدريب. بيتفرج دايما كل ماتشات. باعتبار ان الكوره بقت علم دلوقتي. طبعاً. مش كان من المدربين اللي الكاف استضافهم في المغرب في الدوره الاخيره، كان من احد المدربين الموجودين، كان بيطلع مدرب على المستوى الفني. انا شهادتي فيه مجروحه، مدرب على المستوى الفني عالي جدا. ده شفناه. ازاي موسيماني وانت بتتكلم عنه كل الكلام ده او كل الصفات الايجابيه دي فيه؟ بس قبل ما اروح للسؤال دوت، بمناسبه سامي قمصان، سمعت انت الاشاعات اللي كانت دايره الايام اللي فاتت ان علاقته مع سامي قمصان مش حلوه وان في مشاكل وان هو سمعت اكيد الكلام ده؟ احنا دي برضه من ضمن الاشاعات يعني اللي انت بتسمعها في المناسبات المهمه. انا سمعت وشفتها. احنا هنا يا كابتن هاني عندنا مشكله بسيطه جدا. الناس مع احترامي الصحفيين والاعلاميين اللي انتوا ناس افاضل موجودين منهم، في ناس بيبقى ليها اجندات. اوكي، ممكن حد يطلع عشان يهاجم النادي الاهلي او يهاجم حد تاني، فهو بيهاجمك فين؟ بيهاجمك في استقرارك. ده حقيقي. الكلام ده ما حصلش،
والكابتن سامي اعتقد طلع ونكر الكلام ده مليون وانا كمية. اصلا انا اصلا كلمت الكوتش مفيش الكلام ده خالص انا متاكد منه بس اللي هو ايه معقول لا طبعا وكلمت الكابتن سامي لا مفيش الكلام ده الجهاز ايد واحده الجهاز عندهم هدف ان شاء الله يا رب ان شاء الله مع اللاعبين ومع مجلس الاداره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البطوله دي تكون موجوده في النادي الاهلي ونبقى كلنا ان شاء الله نروح نتفرج على كاس العالم للانديه ان شاء الله ومن خلال النقطه اللي انت بتقولها انا عارف كويس قوي ان موسيماني من المدربين الكبار من المدربين ودايما في مصر خلي بالك برضه عندنا مشكله خالد ان في مصر بتتقسم اصل ده مدرب عام اصل ده مدرب مساعد اصل ده اعتقد على المستوى العالمي في كوتشنج ستاف ده في مجموعه بتساعد الكوتش تكنيكال تيم هو من الاي تو زد تكنيكال مانجر اللي هو المدير الفني مظبوط في مجموعه والادوار دي بتتوزع المدير الفني بيوزع ادوار ديت علشان يكون الواحد يكون ليه دور فالموضوع اللي انت بتتكلم عليه مش منطقي اصلا انه بيحصل لان احنا عارفين ان موسيماني شخصيه ومدرب اجنبي مدرب ولو واعي هنرجع جدا كابتن جدا سامي مش ولا سوري يا كابتن هاني ولو هنرجع لده كوتش بيتسو جا هو عارف لعيبه النادي الاهلي بس من غير الكابتن سامي قمصان والسبورت اللي ادوهوله وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان كده عشان ما ننكرش حقه لا مدير كره عالمي مدير كره عالمي يعني احنا لو هنتكلم على كابتن سيد ده عايز كتب عايز مشوار وبعدين اصلا شهادتي فيه كمان مجروحه فسيب حبيبك سيد طبعا كابتن سيد بصراحه ربنا كفاءه للمكان بيخدم من قلبه الراجل في السفريات افريقيا دايما انا بنتكلم دايما معاه لان بحكم ان احنا بنتقابل دايما على يعني بيبقى على الحاجه من اي تو زد لحد ما يخلصها طبعا كابتن سيد من اهم الناس الموجوده في الجهاز بس انا بتكلم دلوقتي فني كابتن سيد انا بتكلم عن كابتن سيد طبعًا اللي هو مدير الكوره دايري نتكلم على الفني لما جاء كابتن كوتش بيتسو من غير الكابتن سامي قمصان طبعا ما كانش هيعرف التفاصيل الصغيره بتاعه اللاعبين مهمه جدا انا حتى لو عندي سيفيهات انا حتى لو متفرج على مباريات الداخليات يا كابتن هاني اكيد شخصيات كمان شخصيات اللاعبين ردود افعالهم بالظبط اللعيبه بتتعامل معاها نفسيا ازاي فاكيد الكابتن سامي اداله ده كله ده ساعده ده حقيقي أكيد. وهو ما نكرش ده زي ما قلنا هو تكنيكال تيم احنا عايزين هدف فكلنا احنا منظومه او الناس دي منظومه من مجلس اداره لاقل عدد في النادي الاهلي علشان نوصل لبر الامان ان شاء الله والنهائي الهدف يكون هو هدف النادي الاهلي. طب بمناسبه النهائي وانه ده الهدف مش الحلم على حد وصفك النهارده موسيماني وضع نادي سان داونز على قمه الانديه الافريقيه. النهارده في المباريات المهمه زي الاهلي والزمالك المرتقبه دي بيقعد يقول ايه ما هيقعد يقول ايه للعيبه ايه اهم التوجيهات النصايح اللي ممكن يوجهها للعيبه في المباريات دي والتعامل النفسي انت قلت انه بيعرف يتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبه خلينا نتفق مباراه النهائيات بيبقى 80% مباراه لاعبين اوكي كوتش بيتسو هو بيعمل البالانس او اي كوتش في الدنيا بيعمل البالانس بين النفسي وبين الفني ده اللي يقدر بيشتغل عليه طبعا في حاجات اكيد ما ينفعش تقال على الهوا حاجات العامه اللي هو بيتكلم فيها ازاي يدي ثقه للاعيبته ده كل مدير فني لازم يعمل كده انا ندي ثقه للاعيبتي المباراه بتاعتي وفي نفس الوقت ما نفرضش في الثقه هي بالانس اللي انا نقدر ما انت ممكن نزود لعيبتي هتيجي تبقى في غرور نايمه نايمه مش هتلعب بالزبط. وممكن هنقلل من عزيمتهم فهو بالانس هو الحته دي بتاعته جدا حريف فيها فلا ان شاء الله جزء كمان اللعيبه كمان جزء التحفيز احنا بنتكلم كمان على جزء طبعًا. التحفيز في يعني في حد صغير قوي ما بين التحفيز والاوفر انت عارف الاوفر موتيفيشن طبعا اوفر موتيفيشن بيقلب بالعكس يعني بيوتر اللعيب بيقلب بالعكس وعدم يعني وعدم التحفيز برضو بيدي نوع من انواع الخمول بالظبط فانت بتتكلم على البالانس اللي هو موتيفيشن عالي جدا لكن في نفس الوقت مش يوصلك لدرجه التوتر اللي احنا بنشوفه او التوتر انك تنزل تبدا تبقى خايف غرور او توتر بالظبط انت عايز تعمل المعادله الصعبه دي بين اللاعبين المفروض اللعيبه بقى هي بتدي له ده صح مظبوط انت مدى تلقي اللعيب لفكر المدرب الفكر الفني اعتقد ان هم تلقوه فاضل الجزء النفسي بقى مترتب على الكابتن سيد مترتب على الكابتن سامي مترتب على الناس اللي بتتكلم عربي في الفرقه مهم قوي كباتن الفرقه نفسهم الناس دي عليها دور كبير جدا 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 في المباراه النهائيه هو هيوصل
وصلوه يعني اللي يقولوا وصلوه حرفيا للعيبه، وصلوه زي ما بيقولوا، وصلوه زي ما دي نقطه مهمه. لان ساعات يا خالد برضو يعني انا اشتغلت مع مدربين اجانب، الترجمه نفسها ما بتبقاش على ما بتديش نفس الاحساس. يعني ممكن مستر موسيماني بيقول جمله، الطبيعي اللي يقول الجمله ديت لازم حد يكون فاهم كوره، فاهم كوره الله ينور عليك، ويعرف يترجم الكلمه بالظبط، يعني ترجمها لكوره. وعمر محب عنده دوت وعنده خبره في الجزئيه دي، لانه عاش مع فترات كتيره جدا مع مدربين اجانب، وعنده المفردات ديت زي ما بنقول مفردات، المفردات اللي لما بتتقال بتوصل للعيبه بسرعه. ده بجانب طبعا اكيد شغل الكابتن سيد والناس القديمه في الفرقه. ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن هاني، احنا نوصل في مش لوغاريتمات، في تعابير كرويه. هو ده انا موصلها للعيب، لعيبه الكوره، الكوره لغه واحده. صحيح. في العالم لو بتتكلم هندي هي الكوره لغه واحده. مزبوط. معروفه لغه الكوره ايه، احنا نتكلم بلغه الكوره. الراجل ده كروي، الراجل ده بتاع كوره، نوصل وجهه نظره للاعبين، اللعيبه تستوعب اللي هو بيقوله، اللعيبه تستوعب اللي هو بيقوله. اعتقد ده واصل 100% من اللي احنا شفناه الفترات اللي فاتت. قصير. ايوه وقت قصير واصل كمان. ايوه بس يا استاذه دلوقتي احنا عندنا فاينل ان شاء الله طبعا. اللي احنا عملناه كله كوم، والفاينل ده جهد، ده جهد عام طبعا. اوكي انتوا مش بتحملوا مباراه ليكم انتوا بس، انتوا بتحملوا مباراه للجمهور، للتاريخ للجمهور، للنادي الاهلي. غايبه بطوله عننا بقى لها فتره، ان شاء الله السنه دي، ان شاء الله السنه دي المنافس قوي. اكيد احنا كمان فرقه تقيله، احنا كمان فرقه قويه. اكيد اوكي لازم تبقى انت عارف انت نازل عايز ايه، عارف انت عايز تعمل ايه، انت فرقتك احنا عندنا ثقه فيكم. انا هم اكيد عندهم الاحساس بالمسؤوليه دي، عندنا ثقه فيكم. احنا ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم بقى في البالانس، احنا هنتكلم ازاي البالانس اللي هو مش غرور ومش خوف. يا كابتن خالد احنا عندنا كده بالبلد، ده اللي احنا بنتكلم فيها الفنيه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيها الفنيه. احنا عندنا ثقه فيكم، خلوكم انتوا بقى اهل الثقه. احنا هنلعب هنلتزم تعليمات مدير فني، ما حد احنا ما بنتكلمش فني، تعليمات مدير فني مع كل المنظومه ان شاء الله. ان شاء الله كللوا جهد الناس اللي تعبت علشانكم، كللوا جهد الرساله دي للاعبين، كللوا جهد الجمهور اللي في ظهركم على الحلوه والمره معاكم يا رب ان شاء الله، كللوا جهدهم. ما تبخلش، النتيجه بتاعت ربنا. دي كنت لسه هقف عندها يا خالد، النتيجه بتاعت ربنا دي. وانا اصلا كنت لعيب، يعني انا عارف انت كنت لعيب، ولعيب عالمي. ربنا يخليك. لا انا بتكلم على المواقف الصعبه اللي مريت بيها في حياتي، البطولات الكبيره بفتكر. وكان يمكن امبارح كان ذكرى المباراه اللي وصلتنا كاس العالم، مباراه الجزائر، ومباراه كانت صعبه وانا كنت لسه صغير، كان عندي 20 سنه. كميه اللي خلانا فعلا واقفين على رجلينا، ثقه الجماهير فينا، وعلى قد ما كانوا عندهم ثقه على قد ما وصلوش الثقه ديت ان احنا نزلنا خايفين، رغم ان فريق الجزائر كان عالمي عالمي، لكن وجود الجماهير طبعا حوالينا، الثقه اللي قبل الاسبوع اللي قبل المباراه، الثقه اللي انت بتتكلم عليها ديت، مع كمان رساله لبعض الجماهير انك ما تضغطش كمان على اللعيبه، وزي ما انت قلت الجمله اعمل اللي عليك، هتموت نفسك في الملعب، لا قدر الله لو حصل حاجه الناس هتشيلك على دماغهم. انت يعني هي انت دي الجزئيه، ما تبخلش من اول دقيقه لاخر دقيقه، انت ما تبخلش على فرقتك بنقطه عرق. ده حقيقي صح. انت جهد سيزون كامل، جهد سيزون كامل، جماهيرك، مجلس ادارتك واقفه في ظهرك، دي اقل حاجه انت تقدمها للناس، لينا انا واحد من الناس طبعا، دي اقل حاجه انت طبعا تقدمها. صحيح. ما تبخلش بنقطه عرق. المباراه 90 دقيقه صح، ابذل كل جهدك، النتيجه بتاعت ربنا. لو لا قدر الله حصل حاجه تانية احنا عارفين هنسقف لك. ان شاء الله مش هيحصل، ان شاء الله ان شاء الله. بس احنا بنتكلم كوره، الكوره مكسب وخساره. صحيح. الكوره موجوده، دي كوره يا كابتن، اكيد حضرتك عارف. اكيد الطموح موجود للفريقين، بس انا لما بكون نازل عندي طموح اعلى، انا عايز ناخد البطوله. الكوره بتدي للي بيديها. صحيح. هتبخل على نفسك وهتبخل عليها طبعا، تحضير ذهني اللي بنتكلم فيه. كابتن خالد، موسيماني نجح أو عرف إنه هو يكسب البطولة الأفريقية على حساب نادي الزمالك قبل كده، طبعا سان داونز على حساب الزمالك. النهاردة بقى المباراة المرتقبة ديت فيها وجه اختلاف، يعني بتشوفها مختلفة ولا مشابهة؟ إيه أوجه الاختلاف لو كان فيها اختلافات؟
هنا في فرق كبير جدا بين مباراة 2016 ومباراة 2020. خلينا ندي نادي الزمالك حقه. 2016 كانوا داخلين بقائمة قليلة جدا جدا، كان عندهم مشاكل اللعيبة، كانت لعيبة مصابين، كان عندهم القائمة قليلة جدا. وسان داونز كانت فرقة كان فيها نجوم، كيجن دولي، بيسيتا، كاما بيليت. الظروف ما ساعدتش نادي الزمالك في المباراة النهائية السنة اللي فاتت. ما ينفعش تقارن السنة 2016 ب 2020. تيم نادي الزمالك تيم قوي، عنده لعيبة، عنده الحلول الفردية موجودة، فرقة كبيرة، فرقة عالية. في نفس الكفتين متوازنين زي ما قلت لك، الشغل ده شغل لاعبين، الفرقه هنا والفرقه هنا شغل لاعبين مع التاتش بتاع المدرب. انا قلت لحضرتك كابتن هاني 20% مدرب، 80% لاعبين. اللي هيجتهد ويبقى موجود، هو في فرق بين 2016 وفي فرق احنا طبعا. 2016 زي ما قلنا هم قائمتهم، قائمه نادي الزمالك كانت قليله، اللعيبه كان عندهم تقريبا 14 لعيب، 14 لعيب بالظبط. احنا كنا عاليين، سان داونز احنا كنا عاليين جدا، والنتيجه خلصت في جوهانسبرج قبل ما تخلص هنا على ارضه، على ارض نادي الزمالك في مباراه العوده. نادي الزمالك من 2016 برضو من فاينل، ودلوقتي 2020 عنده طموح، وعنده طموح كبير ان هو ياخد البطوله. اكيد حقه مشروع طبعا. عنده طموح. احنا عندنا هدف زي ما قلت انا في البدايه، كأنا واحد من جماهير النادي الاهلي، عندنا هدف. وزي ما قلنا التحضير الذهني، التحضير الذهني والبدني والنفسي العالي جدا جدا. جماهيرنا اقفوا ورا لاعبكم، ما تحطوش لود عليهم. الصحفيين الاهلاويه، الميديا الاهلاويه، يعني خف ايدكم شويه على الناس دي. الناس دي بتقرا وبتشوف كل حاجه، خليك ايجابي، خلي الحاجه الايجابيه بس اللي توصل لعيبك. طيب. خلي الحاجه الايجابيه، خليك برضو انت كمان عاصيت موسى للعيبه، لان اللعيبه بتقرا. اللعيبه اللي يقول لك انا ما بنقراش وما من... اللعيبه بتقرا وبتشوف كل حاجة. يعني كل حاجه بس هي بكلم اللي هو ما يندمجش ويدخل نفسه في جزئيه. هو بيعرف، لكن انت شوف، خد الايجابي بس، خد الايجابي. انت بص شوف، اكيد جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، اكيد جمهور الاهلي هيقف ورا فرقته، اكيد جمهور النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه. بالذات انت بتشوف جمهور النادي الاهلي ورا فرقته في المباراه المهمه والهامه. اكيد. اوكي، هديه الجمهور ان اللعيبه تديله في الملعب، وهديه اللاعبين الجمهور واقف في ظهره. ده حقيقي، هو ده اللي انا نقدر نقوله. ده حقيقي. ايه اللي موسيماني هيلاقيه في النادي الاهلي وما كانش موجود في سان داونز؟ اللعيبه الاجريسيف، اللعيبه الرخمه، اللي عارف انت اللعيب العربي، عارف ده اللي احنا اللي ناقصنا. مش موجود في سان داونز لعيبه رخمه، كله انا عارف. احنا كنا دلوقتي هنغير ونجيب اللعيبه الرخمه، بس هو مشي بقى خلاص. بالظبط. ان احنا ده اللي ناقص. انت عندك اللعيب التقيل، اللعيب العربي اللي هو بيلعب تحت اجواء، تحت ضغط. اللعيب الجنوب افريقي مهاري، بس بنقول صنع بنلعب، كسبت خسرت باباي. انما اللعيب العربي لا، اللعيب العربي بيقعد يفكر، انا عندي طموح، انا عايز دايما نوصل. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي كانت حاجات اللي هتعمل في سان داونز. بس يلا بقى، طيب ماشي مفيش مصير. اكلمك طالما دخلنا في سان داونز والكواليس، عايز اعرف اكيد ليك مواقف وكواليس معينه مع موسيماني، اكيد كتير يعني. كلمنا على بعض المواقف اللي انت تفتكرها، يعني كان ليك مع موسيماني من خلال لقاء، من خلال بطوله، من خلال تحضير لمباراه. تحضيرات مباراه، خلينا في المباراه الاخيره، سبب الضحكه. فطبعا قول لي يا غالي، لا، بعد مباراه السنه اللي فاتت كنا بنلعب الوداد، وراجعين في الباص من كازابلانكا. فقاعد انا وهو ومدرب حراس المرمى، فقال لي قبل القرعه، قال لي على فكره احنا هنقابل النادي الاهلي. قلت له اوكي ماشي، هتقابل النادي الاهلي، انت عارف انت هتلاعب مين يعني؟ قال لي انا عارف، انا هخليك تعيط بعد المباراه بتاعت السنه اللي فاتت. قلت له ما حد، ما تخلقش لسه، اللي خليني اعيط. لا ده تحدي، ده تحدي بقى. انا بقى قاعد في الباص يعني مش هتروح، لسه القرعه ما جاتش. ما انا خلاص، هو توقع ان هيلاعب الاهلي، هنلاعب الاهلي. فجت القرعه، لعبت النادي الاهلي، وخرجنا النادي الاهلي السنه اللي فاتت. لما جت القرعه السنه دي، قبل القرعه برضه كنا في الوداد،
تاني. هو الوداد عندنا احنا كل سنه الوداد. بالظبط. قال لي على فكره هنقعد مع الاهلي تاني وهنكسب النادي الاهلي. قلت له لا قبل القرعه. قلت له مش هتكسب النادي الاهلي. قال لي ليه مش هنكسب النادي الاهلي؟ قلت له النادي الاهلي ما بيخسرش مرتين. ايوه. مش هيخرج مرتين. يا رب من قبل النادي الاهلي. احنا عندنا الرجاء وعندنا الزمالك وعندنا النادي الاهلي. يا رب من قبل النادي الاهلي. قال لي لا احنا عايزين النادي الاهلي. لما جت قلت له ما بلاش ما بلاش الاهلي ما بيخسرش مرتين. انا بقى قلت له مره بقى انا مش هنقول له تاني. انا قلت له مره ومش هنقول له تاني سبته بقى. ماشي. بس انا جوايا مليون في الميه احنا خارجين. انت عارف انت عارف انا الوحيد انا حاسس ما ينفعش مرتين ورا بعض يعني السنه اللي فاتت والسنه دي. انت خد مني سنه السنه اللي وخاصه التانية. كانت الهزيمه تقيله كمان انت كانت تقيله جدا فدي كانت تقيله جدا وجعتنا بمعنى اصح يعني وجعت جماهير النادي الاهلي ووجعت اللعيبه وجعتني شويه وفرحتني شويه برضه يعني بقول وجعتني انا ماليش دعوه بيك فرحتني شويه فرحتك ليه؟ لان انا في عشان في صن داونز انا في صن داونز برضه بيشتغل في صن داونز هو موضوع صن داونز ده جه ازاي ان انت تكون بقى منسق عام ما بتحصلش كتير ان يكون مصري على فكره انا رحت صن داونز منسق عام لنادي بره مصر دي غريبه شويه هو اللي خدني صن داونز هو يعني في 2016 كنت موجود معاهم وكان كوتش بيتسو بيحرص ان انا نبقى موجود معاهم في المباريات شمال افريقيا لا دايما انه كان بيصمم لا خارج لحد ما بقيت في النادي فطبعا الجميله كبيره عندي هو اصلا الموضوع بتاع جوهانسبرج او جنوب افريقيا بدا ان انت كان عندك عملك الخاص هناك فجي بقى ازاي موضوع ان انت تشتغل في الرياضة ولا عملك الخاص ده كمان كان مرتبط بالكوره كان في انا كان عندي شركه رياضيه بس بعدين في جنوب افريقيا لسه موجوده عندي يعني تمام. بس دلوقتي بقى عشان ما ينفعش ان انا عندي شركه وشغال في نادي فمن 2007 زي ما قلت تقريبا كنت موجود مع اتحاد جنوب افريقيا وبعدين 2016 مع ماميلودي سان داونز الناس بتعاملني واحد من أبناء انا معايا جنسيه انا معايا جنسيه ساوث افريكا وطبعا بيبقى شرف ليا اول ما يقولوا المصري تعالى ودلوقتي بقى يقولوها لي الاهلاوي دلوقتي مصر الاهلاوي تعالى انت الاهلاوي طبعا انا اهلاوي من السنه اللي فاتت وقبليها احنا دايما على طول المناقشات حتى مع لعيبه اوكي نقعد نتكلم انتوا عملتوا ايه اصلا انتوا شوفوا مش انا كمان حتى فالكوتش فواخد ده اللي هو يجوا بقى يشتكوا له مثلا ده خالد نقول لهم لا ما تقوليش خالد انا الاسطوره انا انتوا مين انا ان هو انا جاي كده انا بطل القرن انا نادي القرن انا يا ابني انت معانا ماشي انا معاكم بس انا ما بنتكلم من الجزئيه دي لا انا بطل القرن فالناس بتاخدها بدعابه طب الحكايه دي بدات ازاي بقى موضوع حبك للاهلي ده او عشقك للكيان بدا ازاي برضو من امتى بدا لا احنا الانسان مننا بيتولد اهلاوي طب مع مرور بقى الزمن بيتغير بقى اللي هو لو بس حد انت انا عندي على فكره عشان بس الناس ما تسقش الفهم انا عندي اخويا الكبير والصغير الاثنين زملكاويه انا طب لازم كده اسالك جت بقى منين يعني اشمعنى اخوك الكبير ده المفروض كبير يعني خالص. طيب الكبير خالص ده المفروض بيتقلد سوري يعني زملكاوي الكبير خالص زملكاوي لا لازم اسالك القصه جت ازاي يمكن بيسمعني يمكن اخويا الكبير عشان انا بنكرهه فمشيت لا انا النادي الاهلي طبعا من ساعه ما وعيت وكوره انا النادي الاهلي النادي الاهلي مشجعين الاسطوره اللي جنبك حبيبي ربنا يخليك يا خالد احسن ليبرو جه في تاريخ مصر من وجهه نظري انا اتفرجت على كاس عالم 90 لا النادي الاهلي في الدم ده حقيقي النادي الاهلي في الدم الكوره بالذات انا الموضوع مختلف بالنسبه لي انا بره فتحس اكتر بقى لا طبعا لما تبقى انت بره قاعد بره في دوله تانية ولما اتكلم عن النادي او بالذات في مجال الرياضه لما اي فرقه تيجي تتكلم انا قبل على فكره انا كنت متحلل في سوبر سبورت 2013 الماتش بتاع 1-1 اوكي البطوله انا على الهوا النادي الاهلي واخد البطوله على قبل 1-1 النتيجه قلت لهم 1-1 في كنت قبل موقع جوهانسبرج وكنت في استوديو التحليلي بتاع 2-0 النتيجه قلت لهم النادي الاهلي في النهايات ما بيخسرش ان شاء الله النادي الاهلي في النهايات ما بيخسرش ان شاء الله اللي حصل قبل كده كانت كبوه ان شاء الله الجيل الحالي قادر ان هو يحقق البطوله زي ما قلنا دي بطوله هدف ومش بس كده احنا مستنيينكم
علشان ناخد اجازه ونجي لكم كاس العالم ان شاء الله للانديه في فبراير ان شاء الله. في جماهير مصريه في جنوب افريقيا ولا لا؟ كتير جدا يا راجل، كتير جدا. احنا الجاليه هناك تكلف 15,000. احنا كنا بنروح مع المنتخب كان في كتير جدا شغل، يعني النادي الاهلي يوصل او نادي الزمالك الجماهير دايما بتبقى موجوده وبتعمل سبورت كبير جدا للانديه المصريه لما تكون هناك، وخاصه المنتخب كاس العالم للقارات. علاقتك ايه برئيس النادي؟ رئيس هو الرئيس وانا طيب لا وانا انا موظف عن لا طبعا انت عارف طبعا انتخابات يعني. انتخابات الكاف على الابواب، وترشيح طبعا موتسيبي للترشح على رئاسه الكاف، انت شفتها ازاي؟ وكمان النادي شافها ازاي وجماهيره؟ انا اتفاجئت بيها. اتفاجئت بيها؟ اتفاجئت بيها انه اعلنوا كان تاني يوم انه دكتور باتريس موتسيبي انه هيكون مترشح. اعتقد هيغير خريطه الكوره في افريقيا. انت سبورت وشايف انه قادر على تغيير الخريطه بشكل كبير جدا جدا من خلال شغله مع سان داونز، من خلال شخصيته، من خلال الشخصيه بتاعته، من خلال لا 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 عالمي بجد بجد بجد. السبورت اللي جاي له من الدول الافريقيه، قد ايه احنا بندعمك، قد ايه احنا بنديك سبورت. بصراحة الراجل الصح في المكان المناسب اللي هيكون في المكان بتاعه. حرب شرسة يا خالد بالنسبة لنا على مستوى الرئاسة في الاتحاد الافريقي. لا في هو طبعا من الاسماء المرشحة، وانت زي ما قلت في فرق افريقية او دول افريقية كتيرة جدا جدا سبورت ليه، لكن هي في النهاية لعبة انتخابات كبيرة، وانت عارف موضوع الانتخابات بيبقى ليها حسابات وحسابات كتيرة قوي. أنا عندي ثقة مش زي ثقة الفاينل، لا باتريس موتسيبي، دكتور باتريس موتسيبي هو لو هو ما غيرش، يعني لو هو ما جاش بعد كده هو لحد دلوقتي جاي. هو مترشح طبعا، هو مرشح ومستمر، هو الرئيس القادم. الرئيس القادم للكاف. مين يتولى بقى الرئاسة بالنسبة لسان داونز؟ مين ممكن يكون خليفته؟ أعتقد هيكون ابنه. وابنه ده متواجد دلوقتي في النادي ولا يعني هو تلوباني متواجد دلوقتي، هو بيدرس بأمريكا، هو المفروض هيرجع، هو ماسك الماركتينج في النادي، هو أعتقد هيرجع، هو بيدرس في أمريكا هيرجع. ولسه الرؤيه مش باينه، ففي حاجات ما ينفعش اتكلم فيها. اكيد اكيد اكيد. بس لو كده هو الانتخابات في شهر 3 في المغرب. بالظبط السنه الجايه في شهر 3. الدوري خلاص بدا، يعني الدوري احنا في احنا لعبنا 3 مباريات، لعبنا كايزر تشيفز المباراه الاولى في الدوري كسبنا 3-0، تعادلنا المباراه الثانيه والمباراه الثالثه 2-0 مع كيب تاون، كيب تاون سيتي. احنا الاول في الدوري، عندنا مباراه. مين بيتولي المسؤوليه بعد موسمين؟ عندنا الكوتش كوتش مانجوبا، ده كان المساعد بتاعه. اوكي. كوتش رولاني وكوتش ستيف ده كانوا موجودين في الجهاز اصلا مع موسيماني. كوتش ستيف جاء على الجهاز، كان مدير فني لكايزر تشيفز. اوكي. وكان مدير فني لامازولو. فعندنا ده من الجهاز الفني الموجود دلوقتي، جهاز على اعلى مستوى برضو. ان شاء الله دعواتكم نكون متواجدين ان شاء الله. ان شاء الله نقابل البطل السنه الجايه ونخرجكم بقى احنا، او نلعب في دوري المجموعات. اوعى لا الفرق المصريه بس. ان شاء الله ان شاء الله. اجازتك قصيره جدا من السبت لحد بكره، ينفع نسالك دي زياره خاصه بالشغل ولا زياره عائليه ولا ايه؟ انا عندي بيتي وعندي اهلي هنا، ولازم معلش بقى انا لازم نبقى متواجد عند البرنس، لازم نيجي ناكل عنده ونمشي. يعني الراجل ده عالمي. سلم لي على ناصر حبيبي، لسه مكلمني اول امبارح. طب سلم لي عليه وقول له كابتن هاني بيسلم عليك. بصي عليا بقى جاي. لا هو انا لازم مش محتاج توصيه. لا ربنا الفوز بتاعك. شرفتنا يا كابتن خالد. ربنا يخليك يا رب. نورتنا. ربنا يخليك. نورتنا يا خالد جدا، سعيد ان انا شفتك، وان شاء الله رحله سعيده بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بعد الفاصل. طبعا لا كابتن ياسر رضوان ان شاء الله معانا بعد الفصل.